ضيفنا الليلة اطلع علينا من المملكة الخضراء الفنان السعودي الكوميدي فهد الحيان. الفن سيف من سيوفه، ضيفنا اليوم يشبه روبن هود في سهمه، بالفن يصيب وما يخيب، هو الخارق في فنه، يعرف شلون يوظف فنه في المكان الصحيح، يعرف شلون يوقف وما يطيح. في منتصف التسعينيات كان هو ملح مسلسل طاش مطاش، منو فينا ما يعرف شخصية هزار ولزمته المعروفة يا ربي. الفنان السعودي فهد الحيان خفيف الروح والطينة، كوميديان بالفطرة، استغل موهبته ولعب صح على كاركتره، ما كان يخجل من استغلال وزن الثقيل، بالعكس كان يوظفه في المكان الصح. هو فنان كوميدي ما رح يختلف على موهبته اثنين، لأن علم الكوميديا ما لا يعلمه الآخرون، فكانت الكوميديا لها برستيج بحضوره. فنان حقيقي عرف طريق الإنتاج وقدم سلسلة غشمشم مع الفنانة هيا شعيبي. في 2014 تضايق من الفن ومن أحوال الفنانين وقدر يعتزل، لكنه تراجع عن قراره وشارك الفنان عبدالله السدحان في مسلسل منا وفينا ورجع واعتزل. وهو مزاجي وهو ما يعجب العجب وهو كل شيء بعد. حي الله من طلع علينا الليلة بطلة استثنائية، الفنان فهد الحيان، حياك الله بسراي. يعني فعلا نورة، من نذكر دائما أعمال سعودية يطرب بالك شنو؟ طاش مطاش. أي على طول. ليش راسك بذهاننا لليوم؟ ما كناش قاعد تقولين درب الزلق، درب الزلق الكويت، طاش مطاش السعودية، ايش رايك؟ اي صح كلامك عبد الله، بس في ملاحظة بعد، طاش ما طاش يعني استمر أكثر من جزء طبعا، والناس تتابع وما تمله، هل ممكن يعني مثل هالمسلسل أو مثل هذا العمل الكوميدي ينعاد بأجزاء عدة ونرد نتابعه؟ ما أدري والله، هو شو من أجزاء وفي أجزاء حديثة أصلا صارت، بس إنه مثل ما قلت يعني شفتي يمكن المشاكل اللي طبعا واجهوها الفنانين الكبار اللي هم أبطال هذا العمل ناصر القصبي وعبد الله السدحان، يعني كان هذا تيم كان وايد قوي ما بينهم والكيمستري كان بينهم جبار، وكانوا فعلا هذول الفنانين اللي يطلعون يضحكونا مو كسورا باقي الفنانين كلهم مبدعين، يعني حتى فهد الحيان بدع في هذا العمل اللي هو طاش مطاش. صح، وكان في ايضا بعض اللزمات ولهجات مختلفه، يعني تحس اوكي كلهم من المملكه العربيه بس كل واحد يتكلم لهجه منطقه معينه، فهذا من الاشياء ايضا اللي انا شخصيا كنت احبها. ايش قاعد اقول لك نورا، انت حتى شفت العيوزه الضحك اللي تطلع وياهم هذه، هي طبعا فنان بس يعني طبعا اعمالها جباره او اعماله جباره ما انا عارف شلون اقول زين، بس يعني كل الكل فعلا الكل يعني تميز بالعمل اللي قدمه من خلال قلت طاش مطاش. بالعكس احنا ودنا ان الأعمال هذه تكون موجودة وراسخة لحد الآن، لكن أنا مشتاق أسمع صوت حبيب القلب الفنان الكوميدي الجميل فهد الحيان. مساك الله بالخير، حياك الله في سراي، معك عبد الله طليحي، وينك فهد الحيان؟ حياك الله، معك عبد الله طليحي في سراي. فهد تسمعني؟ اي نعم، حياك الله. يا هلا ومرحبا، هلا بالفهود، هلا بالحيان، شلون صحتك؟ الله يسلمك بخير، كل عام بخير، عشر عليك مباركة، وانت بخير وصحة وسلامة. علينا وعليك تبارك، يا هلا ومرحبا، وكل عام وانت بخير. وانت بخير امين يا رب. يا هلا ومرحبا، وينك؟ ايش هالغيبة؟ والله موجود، انا على قوله مستراحة محارب. وين موجود؟ يعني ولهنا على طلتك، على الكوميديان اللي تقدمه، على الاشياء الجميلة فقدناها. ان شاء الله ان شاء الله، قاعدين الوزاره الله يهدي، قدمنا لهم عمل السنه راح ما كتب الله، او كل ما قدمنا لهم هذا يقولون ايه ولا يقول لا، لا نعرف عملنا هو ولا وافق عليه. نعم ترى صوتك شوي مو واضح، اتوقع السيرفس عندك مو شيء بالمكان اللي انت فيه. لا يمكن احط السماعه مع الحوسه. انت نور عطيه قاب شويه، خليه هو يسولف بعدين نفتح معه. فهد تسمعني الحين؟ بسالك سؤال، تسمعني؟ معك في صدى بس مو مشكله، بتكلم معك على الراحه. طبعا انت في الفتره اللي طافت تزامن معاك اعمال يعني جميله، منهم طبعا العمل اللي هو طاش مطاش، هذا العمل الجبار، واشتغل طبعا مع هرمين سعوديين اللي هم طبعا ناصر القصبي وعبد الله السدحان. الان هذا منتج وهذا منتج، من هؤلاء المنتجين عرض على فهد الحيان انه يشتغل معاه اعمال جديده، لا زال يتواصل وياك؟
ناصر القصبي ولا عبد الله السدحان؟ قال من عبد الله وناصر. اي في احد تواصل معه؟ يعرف بس وقت اعرض علي ناصر أفول. عادي. ها؟ ايه دوس بنزين روح. وقت ما عرض علي ناصر كان عندي مسلسل للتلفزيون السعودي اسمه منه وفينا، ما قدرت اشارك فيه. وكانوا منه وفينا يعني معطيني دور مطلق. فهد نزل الكاميرا شوية. فهد نزل الكاميرا شوي. مشكلة هني كل ما نزل خلاص يطلع الطاولة. ما مو مبين لخدودك. نزل شوي الكاميرا خلنا نشوفك عدل. كذي تمام، بس كذي تمام. كذي تمام لأن الإعداد بيوصلنا من داخل. حبيب قلبي أنت. زين فهد، يعني اليوم أنت أنا أشوفك حلقة توصل ما بين هذول العمالقة الاثنين اللي هو عبد الله السدحان وأخونا طبعا ناصر القصبي، ما حاولت تدخل بينهم وتصفي الأمور تصلح ما بينهم وترجع المياه لمجاريها؟ شوف أنا كثير تجيني تساؤلات عن عمل وكثير يقولون يا أبو حيان تدخل هنا وش تدخل فيه؟ الناس بينهم مشاكل مالية وقضائية ما تقدر تدخل المواضيع صعبه، وانت يعني ما يعني خليك في الموضوع نعزك بس. نعم زين، احنا يمكن ما قاعدين نسمع عدل بس بنطلع اصفار. خلنا ناخذ كول عادي، اتصال عادي شباب، خلنا ندق على فهد الحيان اتصال عادي مو مشكله. نورا ندردش انا معاك، تقطع خلنا على الشاشه. نورا بندردش انا معاك. قلت لك نورا يمكن انا ليش ذكرت هذا الموضوع؟ تدرين نورا هم كانوا تيم قوي يعني ايام ما كانوا طاش مطاش، اللي هو منه فهد الحيان وكان معاه ناصر القصبي مع عبد الله السدحان. الخلاف اللي صار بينهم انا برايي الشخصي يقدر هو يتدخل ما بين الاثنين ويصلح ما بينهم، صح ولا مو صح؟ عبد الله احيانا لما انت تحطني بين اثنين كل واحد اغلى من الثاني انا يمكن ابتعد عشان لا اخسر الاثنين، فانا ما احب اني اتدخل بينهم، فممكن تكون هذه رده فعله. بس انا شوي بسالك سؤال. قولي. تقدر تمثل دور كوميدي؟ انا؟ اي لا، كوميدي كوميدي نفس الشباب لا والله ما اقدر، انا اعترف يعني انا ممكن لايت كوميدي. ما تحس كوميديا إن موقف؟ ممكن تبدع عبد الله ما يطلع منك؟ لا لا كوميديا موقف اوكي، بس انت تدرين انا على صعيد شخصي اضحك، على صعيد شخصي بدون كاميرا. أيه. واحد ثاني الناس يمكن يشوفوني عبالي من انا ثقيل وكذا. لا انا بالواقع وايد اضحك وتغشمر وكذي. أيه. بس بالكاميرا لا، غير بالكاميرا احب امثل جد. الحيان مره ثانيه. فهد تسمعني واضح؟ فهد واضح جدا الحين. بس تمام لان خذيناك اتصال قبل شوي، السكايبي كان فيه مشكله معلق. فهد انا برجع عيد السؤال لانه والله ما سمعت عدل، بس انا سمعت لما قلت لك انه ليش ما حاولت تصلح ما بين الفنان ناصر القصبي مع عبد الله السدحان كونك انت قريب او شخص مقرب للاثنين. اي صحيح، بس المشكله انه يعني المسألة أعمق، أنا تيجي تتكلم هذا يقول لك ما لك علاقة، وخاصة المشاكل لما يدخلها مشاكل قضائية وقانونية خلاص توسعت الموضوع، صار في قضاء بينهم، ودام القضاء دخل يعني بغالها مثل المستشار تركيا للشيخ ممكن يحلها، أو أكبر شخصية من كذا برضو يقدر يحلها، بس على قولهم الشيوخ لما بقوا سووا، فأنا ما قال إن شاء الله أن أنا أرى إن شاء الله قريبا تطيع اللي في الدفوس. صحيح إن شاء الله يا رب. إنزين أنا أبي أسألك سؤال. القضاء مشكلة. شلون؟ ودي نغير المحور شوي واروح اسالك سؤال ثاني. شنو سبب اعتزالك ورجوعك؟ انا صراحه كنت في المزرعه، قبلها كنت في الوزاره. نعم. في هيئه الاذاعه والتلفزيون. نعم. صرت معقد. اروح للوزاره واعطيهم الاوراق. وبعد الاوراق اروح ادور المعامله واخذ رقم المعامله، تروح مدري وين،
تدور ما ادري مين وتروح تلف للمكتب ما ادري عارف مين وتروح القناة رئيس القناة ثم تروح رئيس الهيئة ثم حد حد تخصوم حد حد. أنا قبلها كنت محتكر تلفزيون دبي 5 سنين لا أطلع لا في إعلام ولا في إذاعة ولا في شيء وكان المدير بنفسه يجيني وتاني يوقع معي حلو أجي عند ربعي ألقاهم يعاملوني بهالطريقة فكنت معصب وقاعد في المزرعة فرفعت السماعة قلت أنا أتزل وبطلت وخلاص وخلوا التمثيل اللي تبونه انتم. بعدها انهالت اي مكالمات بالشكل البقاع. نعم. ومنها مكالمه لام واحد من اصدقائي قالت كلام جميل احرجني ثم جاني مكالمه ورساله من رئيس معالي رئيس هيئه الاذاعه والتلفزيون. كان وقتها عبد الرحمن الهجاع. نعم. قال بكره عندنا اجتماع. فاجتمعوا المنتجين السعوديين وكان وزير وقتها الخضير. وكنت حاضر الاجتماع وتكلمت. قال حضرنا كل شيء من التواصل الاجتماعي ما يحتاج تقول شيء انت. فبعدها جاء مسلسل من نوفينا وكنت انا مرشح في البطوله. حلو. مسلسل إنتاج جديرة شركة جديرة. نعم. يعني أنت فينا. يعني أنت اعتزالك. نعم يعني أنت اعتزالك كان بلحظة غضب وسبب من أسباب رجوعك هي والدة أحد أصدقائك الله يحفظها. هو والاجتماع اللي هو الاجتماع والرسالة اللي جت بالرئيس هيئة الإذاعة معالي هيئة الرئيس الإذاعة والتلفزيون. كل هذا اللي جت وبعدين جاني مسلسل على طول. من إنتاج التلفزيون السعودي بطولة. نعم. زين. يعني جوني من البيت. حلو. وقعت معهم. زين. حلو حلو. فهد أنا يمكن يوم. فهد حبيبي أنا شوي بنقلك حق محور آخر أنا دائما يمكن أسأل كل الفنانين والنجوم اللي أنا أقابلهم تحديدا السنة هذه. في ضغط كبير على المسلسلات وانتقادات كبيره من خلال تويتر وانستغرام هالمواضيع، هل انت تشوف هذا الموضوع ايجابي ولا سلبي ولا المفروض يكون بس حق النقاد هذا الموضوع؟ اسمعني انا وانا اخوك وعدي ولا من كلمتين. انا كنت متخيل ان الناس في حاله حجر انه كل المسلسلات بتضرب ضربه قويه الناس في البيوت مجبره انها تشوف خط العلها. صح. فهمت؟ كنت بتخيل هالخيال فجأة وش هذا وش العمل وش العاصم حتى درب الزلق رجعوه يعني خلاص أنا نرجع درب الزلق عشان نبغى نشوف شيء في شيء ما هو طبيعي أمان هابطة أمان مفككة لا في مستوى النص لا مستوى العمل لا مستوى التدبير حتى الممثل يدخل كأنه ممثل من يعني الارض ما فيك بيتسجل ما ادري ايش بيتسجل غيري بدي شيء يعني كان الصوره راحت مع ذلك في اعمال ضربت يعني وصارت ترند وخذت نسبه مشاهدات عاليه وين ترند فيه صارت في اعمال مثل محمد علي رود وعمل ام هارون هذول يعني ما شاء الله نسبه مشاهداتهم جدا عاليه تابعتهم؟ أي مسلسلات تقصدين؟ مسلسل الفنانة حياة الفهد أم هارون وأيضا مسلسل الفنان سعد الفرج أم هارون مناسبة زين أنت تدلعين أم هارون أنا كنت أشتبك في قال أنت تغير مرة أم هارون أم هارون أم هارون هذا اسم إنجليزي ولا فرنساوي ولا والله العظيم شلون نقول أم هارون أم هارون مسلسل أم هارون قصته يعني هي تثير البلبلة والجدل لأنه يعني أنا لي موقف مع ضده طبعا كليا نعم قضيته يعني تبنيت ما أذكرها أنا قضيته حد ذاتها أنا احترام الأستاذ حياة الفهد وعبد المحسن نمر صديق وعديد نعم. وكلهم نجوم وعظماء وجميل وجسمي وكلهم ممتازين المشكله اللي صايره
انه العمل ضرب لانه في حدث انه دخل هذا في دخل اليهود في جزيره العرب. زين. فهذه من صالح مين؟ من صالح اليهود وهالامور. هي سياسيا كانوا الناس منفجرين غضب، يعني شوف احيانا طاش مطاش لما كان يتكلم عن الدين وما الدين، كان الناس تنابره، حتى الناس اللي ضده تنابره، لانه صار غضبهم كالليبرالي يشوف والجسمه والمتشدد الديني يشوف والمحافظ يشوف. فالأمل أخذ هذا الجانب، ولا أتمنى أن كان يأخذ هذا الجانب، ولا كان ذكر اليهود فيه كان ينبغي ذكره. بس فهد حبيبي، فهد حبيبي، مو بس هذا العمل اللي تطرق لهذا الموضوع، عندك حتى مخرج سبعة لناصر القصبي ايضا تطرق لهذا الموضوع. نعم. موضوع التطبيع والسياسه هالامور هذه نفس الموضوع. انا مبسوط من مخرج سبعه. ايه؟ انا احترامي ناصر، انا اعتبر مخرج سبعه بالنسبه لناصر اخوي وصديقي وعزه انه عمل بالنسبه له ما قدم في شيء. صح، ما قدم في شيء، مع احترامي. موضوع ماكو موضوع. نعم. نجي نضحك، ما ضحكنا. الناس داخلة تقول قصة، ما تقول شو قصة، هذا هو موظف الفساد. اللهم وأسوأ موضوعين دخلوا طرحوا فيهم من أسوأ الموضوعات اللي ما تطرح. نعم. هذه بالنهاية فهد، أنت المهنيين والجسمة والشغلة الثانية اللي ذكرت اللي هي الهروب الفتيات. إيه. نعم. نعم. تقدم من المشاهدين. فهد بالنهاية حبيب قلبي انت استاذ، فهد انت استاذ وعندك وجهة نظر اكيد في هذه الاعمال اللي تقدم، واحنا نقدر طبعا الاستاذ كبير ناصر قصبي، ومو كل الاعمال لازم تنجح، في اعمال تنجح في اعمال تنزل، كل الفنانين حتى لو نجوم. شكرا لك، لكن نبي نشوفك احنا في عمل قريب، متى نشوفك؟ هذا اخر سؤال لك وبعدين نختم معك، متى نشوفك بعمل قريب؟ في كلام ان شاء الله استنى. انا الحين انا مرتبط لي سنتين اصلا بالحفل، برنامج الحفل الياباني، عرفت. انا نقدم السنة راحت قدمنا انا محمد هنيدي حسين بلام الجزء الاول من الحصن، اكبر برنامج بني له مدينة ضخمة بالنسبة اشراف هيئة الاذاعة والتلفزيون، مدينة حي كامل الحصن. السنة الاولى بدينا فيه، الان اشتغلنا نصف العمل. أنا مرتبط معهم السنة هذه، اشتغلنا وهذا سبب من الأسباب اللي ما طلعت. فصورنا نفس العمل وبعدها حنكمل بعد هذه اللي صار من هذا الفرض إن شاء الله يكون أكل كل التوفيق لك إن شاء الله. نعمل يا بعد رمضان نكمل. نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله، راح ترجعونا سنين وايد ورا، يعني الحصن ما شاء الله من البرامج اللي كنا نحبها كثير، مسابقاتها عبد الله ما أدري يمكن يطلع عليك، أنا كنت دائما أتابعها. يكسرون خاطري أنا. نعم. يكسرون خاطري. لما وصلون النهائي آخر شيء 4-5 زوينا ذو الآلاف اللي أول شيء آخر شيء 3 بانتظار هذا العمل إن شاء الله. وهذا الجسم سياراتهم كلها صغيرة وسيارة الرئيس كبيرة، زين ليش؟ عطوني سيارة نفسها والله العظيم. عموما فاصل مشاهدينا صغير ونرجع نكمل معاكم ومحاورنا مع الفنانين.